بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنشرح طريقة قط القلم الجنهو. ده الريشة وده اللي هو الفحمة أو البن. أول حاجة بأدور على قصافة أو قطاعة كويسة وبميل 45 أو 43 درجة تقريبا، وقص المقاس اللي أنا عايزه. القلم ده دلوقتي هنخليه ملي ونص. أحاول كده. اهم شيء في قصة القلم التكة بتاعت السن، ما يصير ان انا اقعد اقطع فيه كده، لا، زي ما احنا قطينا مرة واحدة بنعمله. احنا قلنا القلم ملي ونص. اول شغلة عملتها اللي انا قصيتها دي، باجي اعمل له العنق على الدريل، براعي ان الفحمة هذه ما اشيلها الا بعد ما اعمل التخصيرة بتاعت العنق بتاع القلم. ادي القلم معايا، باجي هنا واعمل كده، طبعا بياخد وقت شوية، يمكن ياخد له مثلا 10 دقايق. اذا عايز اعمل العنق بتاع القلم بعمل من جهة واحدة زي ما انتم شايفين كده، هذه تقريبا شبه عنق من جهة واحدة. اجي الجهة الثانية اعمله بنفس الطريقة، وراعي لما اجي اخد من المنطقة دي تكون المنطقة الثانية مماثلة لها، يعني ما يكون ان انا اخد العنق من هنا وهنا يكون لا كبير، لا براعي. اذا ما اقدر ان انا اجيبهم الاثنين مثل بعض، يبقى يفضل ان انا ارسم رسمة العنق بقلم. وليكن ان انا عملت القلم زي كده في الاول، عملت رسمة العنق بالطريقة ديت، باجي هنا تقريبا اجي من نفس الزاوية وارسم العنق نفس الطريقة، بحيث ان يكونوا الاثنين متماثلين معايا، وحافظ على شكل السن من هنا كتابة وهنا كتابة. الاحظ ان هنا ما اجي على الكتابة عشان يديني شكل الريشة نفسها بالشكل الجمالي. ده في حالة ان انا ما حقدر ان انا اعملها ايه بدون رسم، ولكن اذا اول مرة يفضل ان انا اعمل رسمة عشان لا تختلف معايا، وبمشي على القلم المرسوم. طبعا عندي في الدريل اكتر من سرعة. السرعة هذه وسط، لا هي كبيرة ولا هي قليلة. الهدف منها ان ما يحرق الريشة. يعني انا دلوقتي الريشة لو انت شفتها من هنا، الريشة هتلاقيها بنفس اللون الذهبي. لو انا سرعت السرعة بتاعت الحجر اللي انا ببرد عليه، يطلع هنا سواد مع احتكاك الحرارة الزيادة، يسود لي القصة هنا. اخليها على الوسط، تاخد وقت شوية بس بيكون شكل القلم ممتاز والريشة كويسة. طبعا تقريبا العنق اصبح الاثنين متماثلين مع بعض. باجي بعد ما بعمل العنق زي كده، باجي ان انا بنفس الفحمة كده اميل القلم بميل واخد من هنا، يعني لو يعمل لي زوم، ايوه من هنا شلت الفحمة الزيادة من هنا، وهنا نفس الطريقة، افضل ان انا اعملها من الجهة الثانية من هنا اهو. خد الفحمة من هنا وخد الفحمة من هنا، لو لاحظت من هنا بيكون الشكل ده. اجي من فوق اعملها بالطريقة ديت، بحيث يطلع الفحمة نفس شكل السن، ويبقى باقي لنا المرحلة اللي بعد كده اللي هي الصنفرة. لاحظ او بفضل يكون عندي صنفرة اللي هي رقم 1200. 1200 هذه ميزتها ان انا بستخدمها بعد القص مباشرة في البرودة، ان انا ابرد القلم واشيل الريش اللي في السن، وبعد كده المرحلة الثانية للتنعيم رقم 2000. فهدول افضل صنفرتين نستخدمهم في قص القلم. بحط مية على القلم او اعبي حبر. طبعا بما ان انا مش عارف اللي هياخد القلم هيكتب باي لون، بفضل ان انا اعمل بالمية. وطريقة المية ان انا بعمل خط مع نفس الزاوية وميول القلم، ويراعي
ان كل واحد بياخد القلم يمشي القلم على الصنفره لضبط القلم ميلان يده. يعني انا الزاويه بتاعت يدي زاويه كده شبه 45 ميله على القلم، في واحد بيعملها كده، في واحد بيوقفها، فعشان القلم ما ينتش او ينشب في الورقه يلاحظ ان انا اعمل دايره زي كده، يمين يسار يمين يسار يمين، اداني رايح جاي واعمل علامه ما لا نهايه زي ما كده. ورقم 8 واجي اعمل مره ثانيه دايره واخد خط يمين يسار يمين يسار ودايره كده، القلم من غير ما اجربه اصبح ناعم. طيب بعد كده عايز حاجه اعملها، المع ظهر القلم، ان انا بميل القلم كده واخد من هنا كده كده واعملها نفس الطريقه قدام. طيب يبقى باقي عندي صنفره الجوانب. صنفره الجوانب هذه بردك بالجهه الخشنه بكون عليها ميه زي كده واحطها على اصبعي واسويها كده عشان ياخد نفس الميلان مع العنق اهي، وهنا واجيب ظهر القلم كده كده، اصبح القلم جاهز معايا ملي ونص اقدر اكتب بيه ويكون ان شاء الله ما بيعلق في الورقه. هذا القلم اهوت، ملاحظ لما اجي اكتب القلم اكتب كلمه محمود شعبان اهي بخط الدواني. الهدف من كتابة الكلمة لاحتوائها على حروف كثيرة من الدورانات، واكتب شعبان الشين بجيبها الشين المرسلة اللي هي زي كده بحيث لو فيها مشكلة تعلق معايا كده اهي، واعمل حرف النون النون الشكل ده بحيث الطلعة الخفيفة ديت لو في مشكلة يجيب لي مشكلة. وكده يا رب يكون افدتكم، ولو قصرنا معاكم سامحونا على التقصير. حطوا على الصنفرة الشكل.